وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. دايما بنقول ان اطفالنا هم اهم حاجه في حياتنا. القراءه والكتابه مش مجرد يعني تعليم فقط لا غير، في حاجات بسيطه كده لازم نعلمها لاولادنا. لازم اولادنا يتعلموا ويعتمدوا على نفسهم، يتعلموا يواجهوا المواقف ازاي وخصوصا مواقف الصحبه. طبعا معانا ومعاكم النهارده ضيوف حلقتي اللي منورين ومشرفين، استاذ نهان اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذه اميره، دكتور اميره اهلا وسهلا بيك. اخبارك ايه؟ تمام. شرفتوني ونورتوني. في البدايه كده انا عاوزه بقى اتعرف على حضراتكم اكتر وعلى المؤسسه. اوكي، انا مريانا. من كلمه المؤسسه انا اسفه، الشغف، كل الشغف والجمال. اوكي، خلينا نتكلم عنها اكتر. شكرا. انا مريانا، انا احد مؤسسين المؤسسه. تمام. الفكره جت ان احنا كنا جروب كبير قوي بيشتغل في العمل التطوعي كمسرين كمتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني. معظمنا كان عنده شغف في الاطفال وحاسس ان احنا نقدر نطلع اكتر من الاطفال. جمعنا شغفنا كلنا بقى جوه شغف وابتدينا المؤسسه يعني. تمام. دكتور اميرة. اهلا وسهلا بيك. انا دكتور اميره، خريجه كليه علوم جامعه القاهره. تمام. بدات مع مؤسسه الشغف من 2019. ممتاز. الشغف كله اتلم على بعضه بقى. انا من ناحيه العلوم عملنا مبادره اسمها اجرب واستكشف. كان هدفها حاجه واحده بس، ان احنا نخلي العلوم والساينس اللي هي صعبه على الاولاد في مذاكرتهم ان هي تبقى سهله وسلسه. تمام. من خلال التجربه والالعاب كل شويه. لان احنا مش حفظ بس. لا مش مجرد احفظ يا ابني دي واعمل، لا كمان الساينس سهله ولعب. هي كلها لعب كلها، بس المهم الواحد يعرف يلعب. فخدنا من الفيزياء شويه، او بنقعد نلعب حركات ومين مين شد ومين، ونعمل قانون للفيزياء ونطلع من قوانين الفيزياء من لعبه. دخلنا على الكيمستري شويه تجارب، ونحط ايه على ايه عشان نحفظهم مواد وخصائصها وايه تعرفها ونعرفها ازاي من بعضها، بس حاجه حاجه وبنروحها مع الاولاد وهم اللي بيجربوا بايديهم. طبعا الحاجات الامنه. ممتاز جدا. دخلنا على البيولوجي، جسم الانسان بقى صعب وكده، لا بدانا بقى ايه انفصاصه اورجان اورجان، ايه فايده الاورجان ده لينا، محتاجينه في ايه الجسمين عشان نكبر، طب ايه الاكل الهيلسي وايه الاكل الان هيلسي عشان واحنا بنكبر نبقى عارفين هناكل ايه ومش هناكل ايه، لا ده يضر لا ده حلو. دخلنا على النباتات، النباتات لقينا نباتات كتيره قوي، طب ايه اللي فايده النبات ده؟ قعدنا عليهم الزراعه، اهميه النباتات لحياتنا، احتياج النبات ايه؟ طب في حشرات، الحشرات دي مفيده ولا ضاره؟ ايه فايدتها؟ او هي موجوده ليه في حياتنا؟ بدانا نعلمهم الحشرات دي ليه مفيده وليه مفيده للنبات ودورها في الحياه. ممتاز. كل الحاجات دي كلها ليه؟ عشان كوكبنا الارض نحافظ عليه. تمام. كل هدف العلوم اللي احنا بندرسها عشان يبقى عندنا هدف اللي هو التنميه والاستدامه اللي كل العالم بيتكلم عليه دلوقتي، ان هنحافظ على كوكبنا ونعيش في كوكب كويس. تمام. يتعلموا يحافظوا ويعملوا ريسايكل لكل حاجه حواليهم عن طريق برضو في الساينس. ممتاز قوي، ايه الجمال ده. طيب كل ده بيتاخد على اساس كورسات ولا جلسات ولا بيتاخد ازاي برضه؟ احنا بنقدر نقدم دوت عن طريق ورشه اليوم الواحد. تمام. ونقدر نقدمه على 3 أيام وخمس أيام، وطبعا الكامب الكبير بيبقى من شهر لثلاث شهور. بنقدر نقدم ده في أي مؤسسات. احنا الفترة الجاية أو مدارس يعني، الفترة الجاية عندنا شغل في اسكندرية وفي الفيوم. تمام. بنطلع الفريق الشغوف بتاعنا بيطلع يعمل الكامب، بينفذه في اليوم ده. فكرة الكامبات أصلا قايمة على إن نبطل نستخدم البورد والقلم، يعني الولاد يبقوا طول الوقت جوه التجربه العلميه، هو وده هدف اساسي من اهداف شغف. ممتاز. ان احنا نبسط الثقافات، بلس ان احنا يبقى فينا معانا في فريق العمل اطفال من سن 13 ل 16 سنه، هم اللي بيثقفوا الولاد بطريقتهم بقى. ممتاز. طب احنا معانا فيديو برضو عاوزين نعرضه معانا ونرجع تاني نتكلم عنه، ان شغف مش هنبطل شغف. فخلينا نشوف الفيديو ونرجع تاني نتكلم في حلقتنا. تكنو بنتطور ونتعلم التكنولوجي، وكمان هنعرف اهم المواقع اللي نستخدمها، وفي كمان اساسيات للبرمجه مهم نعرفها، وشويه كلام عن الدوائر الكهربائيه وطريقه توصيلها، وازاي نتاكد من كل معلومه بنشوفها على النت، واكيد اكيد هنشتغل بالذكاء الاصطناعي علشان نفهمه كويس. وفي اخر الكامب كل طفل هيعمل مشروعه بايده. يلا بينا كامب تكنو، كامب المستقبل. انقذني انقذك، يعني لو حصل اي حادثه هعرف اتصرف ازاي، ولو انا اتعورت او حد صاحبي المفروض اعمل ايه؟ اصابات الكوره والتنطيط اكيد ليها حل. ازاي تغير على الجرح وازاي تتعامل مع الادويه؟ هتفهم جسمك اكتر وهتعرف اسماء الاجهزه. ده هنلعب لعب ينشط جسمنا كله ونعمل بازل لجسم انسان كمان. يلا بينا كامب انقذني وانقذك، كامب الاطمئنان والامان. ساينو برنامج عن الثقافه اليابانيه، هنتعرف فيه عن ثقافات الشعوب وهنفهم اكتر عن الوظائف بكل تفاصيلها،
كل ده بألعاب ورياضات ومسابقات، وكمان هنتعلم مع بعض مهارات فريق العمل وازاي نقدر نشتغل مع بعض. وفي آخر يوم في الكامب كل واحد هيطلع يقدم البرزنتيشن بتاعه. يلا بينا كامب ساينو، كامب الوظائف. هنتعلم نكتشف موهبنا وهنجرب مواهب كتيرة جدا وهنبين نفسنا، وكمان معانا مدربين متخصصين هيساعدونا، اللي بيغني ويمثل ويرقص، كل المواهب موجودة. وكمان هنقيمك في كل موهبة علشان تعرف تكمل. وفي آخر يوم كل واحد هيعرض الموهبة اللي بيحبها وهنعمل أحلى حفلة مواهب. يلا بينا كامب اكتشف موهبتك، كامب في تنمية الشغف. نفرو يعني الجمال باللغة المصرية القديمة، يعني هنفهم أكتر عن عادات المصري القديم وهنعرف كان بياكل ازاي، ونعمل أعمال يدوية زي اللي كان بيعملها، وكمان هنجرب كل تفاصيل حياة المصريين القدماء، وهنلعب ألعاب لعبوها زمان، وكمان مشغولات يدوية. يلا بينا كامب نفرو، كامب الجمال. رجعنا لكم مره تانية وشفنا الشغف اللي بجد، شفنا الاعتماد على النفس. اطفال صغيره تقدر ان هي تتعامل مع الموقف. خلينا مع حضرتك نتكلم برضو عن كميات الموجوده، ونتكلم اكتر انتوا ازاي قدرتوا توصلوا للجمال ده، يعني ازاي خدتوا الطفل وقدرتوا ان انتوا تعلموه وتعودوه ان هو يعتمد على نفسه. طيب يعني انا مش عايزه اقول لك ان الولاد مجرد ما بس بيحسوا ان هم داخلين جوه عالم جديد بيبقى هم عندهم الشغف نفسه. تمام. لما بيشوفوش الحاجات التقليديه، حلو، ما بيشوفوش السبوره والقلم وتيتشر قاعده وكلاس، لما بيشوفوش ده هما بيبتدوا ان هما نفسهم بيبقى عندهم الباشن ده. لو احنا نروح يعني زقين شويه كده بس ندخلهم احنا في عالم جديد ما نعرفوش. ومش معقوله يكون عندنا اجداد يعني او حضاره عظيمه بالمنظر ده والولاد ما يكونوش عندهم محاكاه ليها، مش مجرد تعليم. بص حضرتك مع الاسف كله دلوقتي معتمد انا هحفظ ابني جملتين وينجح في الامتحان ويطلع ياخد شهاده وشكرا على كده، مع ان ده غلط كبير جدا، لازم اعلمه حاجات تانية. فممتاز بجد يعني تميزتوا عن غيركم. نرجع لدكتور مريم. اميره خلينا برضه نتكلم معاكي. فكره ان انا اخلي الولد يداوي الولد بجرح او جرح اتجرح منه يداويه وكل ده صعب شويه، احنا ككبار بنخاف من الجرح. تمام. هما بدأوا الأولاد إن احنا نعلمهم الجروح كلها بأشكال ألعاب الأول. حلو. نعملها بالطمي والصلصال، ده لون الجرح، ده شكله، ده شكل الإصابة عاملة إزاي. وأصلا كمان في البداية بنديهم كمان كل أورجن عامل إزاي، والدم ماشي إزاي، وإيه اللي يحصل لو الدم بقى زايد. فكل ده بنربطهم مع بعض في الأول في البداية، وبعدين بنخش على الجروح والكسور ويتصرف إزاي في كل جرح. تمام. مع فريق متخصص هو اللي بيفهم في كل جرح، يعني ده يتصرف إزاي وده يعالجه إزاي. واحده واحده العيال بقوا مبسوطين جدا بان هم يعملوا كده بنفسهم، الموضوع بالنسبه لهم عادي. وكمان بيشوفوا شكل الجرح، مش بيتخضوا منه من اول مره خالص. احنا مش كمان مش بنوريهم الدم، احنا بنوريهم صلصال بسيط بالوان الجروح بتاعته والاصابات بتاعته، الدم هنا ازرق، الدم هنا احمر. لا هنا في تراب ننضفه ازاي، وازاي يتعمل، وفي جروح ما ينفعش نتعامل في عينها برده، عرفناهم دي ما ينفعش، لازم تكون مساعده على طول. وكمان محافظين لهم الارقام اللي تتصل بيها في المساعده، لو هو في البيت وعايز يتصل بالاسعافات ايه الرقم اللي تتصل بيه، لازم. تمام. الحاجات دي كلها بنديها لهم الاول عشان يبتدي يتصرف صح في الموقف. يقدر ان هو ما يخافش. لا اهم حاجه عندنا ما يخافش. حابه اقول لك ان الكامب احنا قسمناه اعمار. ابتدينا الكامب فكره انقذني وانقذك اصلا جت من ان احنا حبينا ان ما يبقاش اسمه الاسعافات الاوليه. تمام. ابتدينا من عمر 3 سنين لان ده عمر بيتعور كتير جدا. 3 سنين ما يفهمش حاجه، دي وجهه نظرنا بس يعني. بس طول الوقت بيتكعبل ويجرح. طبعا ويشوف الجرح بتاعه ويتخض. يا ماما الحقيني يا بابا الحقيني. وفي اطفال ما يقولوش كدمات. فابتدينا ان احنا نبسط من 3 سنين ل6 سنين هو يقدر ازاي يتعامل مع الكدمه بتاعته، المفروض يلبس ايه في ايده، المفروض يتصرف ازاي. من سن بقى 6 ل8 كان ليهم برنامج، ومن سن 8 ل13 سنه كان ليهم برنامج. الكامب ده اتنفذ على اكتر من 3 سنين، شارك فيه اكتر من 300 طفل وحوالي 30 ميسر طبيب وممرض متطوعين. طب ممتاز جدا. برضو حضراتكم مش بتعتمدوا على علوم فقط، لا بتعتمدوا على يعني تكتشفوا الشخص، تعرفوا الطفل هو ايه المهاره اللي بيحبها او يقدر يعمل ايه. مع ان الاولاد يعني ما شاء الله دماغهم بتبقى فاضيه، فعندهم ذكاء وعندهم استوعاب اكتر مننا.
بالظبط كده. بس هو الفكره ان احنا عملنا كذا كامب. تمام. يعني في كامبات كانت متخصصه في التكنولوجيا، وكامبات ثانيه متخصصه في المهارات، وكامبات ثانيه متخصصه في الاسعافات. كل كامب كان ليه فكره وهدف بنطلع منها في الاول، يعني احنا حاطين الفكره الاول وبعدين بنطلع مع الاولاد واحده واحده لحد ما توصلهم كل الفكره كلها. تمام. كامب اكتشف موهبتك ده كان كامب يعني كان متخصص بس ان كل الاولاد ماما بتوجهني لموهبه معينه، لا مش هعمل زي ده، لا انا كل واحد عايزين نعرف خالتك عملها اعملها زيه، لا ده اللي احنا بنقوله. احنا بنجيب في كامب اكتشف موهبتك الطفل، تمام، ونخليه يجرب كل انواع الفنون الموجوده، رسم، موسيقى، تمثيل، دراما، ازاي يخرج، ازاي يعمل ديكور، كل الحاجات دي كلها دربناه فيها واحده واحده معاه لحد ما هو بقى عارف موهبته. نديله تقييم على كل موهبه، ما هو برده ممكن مش شاطر في حاجه واحده، ممكن شاطر في اكتر من حاجه، فنقول له مثلا دي الاولانيه، دي الثانيه، دي الثالثه، دي برده بدنك تقدر تشتغل عليها لو انت حابب فيها. كان بيكتشف موهبتك دوت، كان في مثلا حاضر 180 طفل مثلا ما شاء الله، ومثلا 75 مدرب في المجالات الفنيه بس. ممتاز. دي حاجه ممتازه جدا. لا وكمان الاولاد كلهم اللي كانوا مميزين احنا برضو وظفناهم في حاجات ثانيه بعدين، بس لسه شويه هنقول لك عليها. طب حلو. برضو خلينا نتكلم مع حضرتك ازاي يقدر الطفل ان هو يستفيد من كل ده. اوكي. بصي انا بشوف ان دايما اهم حاجه ان الطفل يشوف نتيجه. فلما بيشوف نتيجه اللي بيعمله ده بيبتدي ان هو يعرف ان هو عمل حاجه، قدم حاجه كويسه. كل ما بنعمل حاجه بنتيجه، وحقيقي انا بوجه كلام بالذات للبيرنت يعني للوالدين، هو كل حاجه يعني لازم نشوف لها نتيجه حتى لو بسيطه. تمام. كل ما شفنا حاجات، كل ما شفنا نتائج، كل ما كان يعني تقدمهم هيبقى اسرع. بالظبط. ارتقائهم في موهبتهم هيبقى اسرع بكتير. تمام. بس انا حابه اكلمك عن كامب نافرو بصراحه. مش مشكله، اتفضلي. احنا هنا عشان نسمعكم، نسمع الابداعات، لان في تمييز، في حاجات كتير مميزه. فكره كامب نافرو جت بسبب ان احنا الفتره اللي فاتت دي كان عندنا افلام بتقول ان ان مش المصريين اللي بنوا الاهرامات، وان وان اصحاب ان ناس تانية هم اللي بنوها، وناس كتير بقى يعني دول كتير قوي دخلت في الموضوع، وابتدى يحصل يتعمل فيلم وينتج بانتاج ضخم جدا، والطفل ليه اللي قدامه، ليه اللي هو شايفه، لكن مش هيقرا من التاريخ بقى ويعمل كل ده. بالظبط. فجت من هنا فكره نفرو. ليه اتسمى نفرو؟ اللي هو الجمال، علشان نعرف قد ايه احنا جمال. تمام. وان احنا كمان ولاد اجداد جمال زينا. هم معظم الالعاب اللي احنا بنلعبها دلوقتي اجدادنا حفروها على الجدران زمان. طب بلس ان لغتهم موجوده، فاحنا نقدر نستخدمها. لسه الصوتيات بتاعت اللغه احنا لسه في طريقنا ليها، زي ما بالظبط طلعت انشوده ايزيس. تمام. بس احنا عارفين الارقام وعارفين اشكالها وعارفين نطقها. الولاد في اخر الكامب بيقدروا ان هم نلعب المنديل، بدل ما نقول من 1 لـ10 نقول من واع، لا انا مش فاكره 10 رقمه اسمه ايه، من واع لـ10 بقى بالهيرو. احنا كمان بنحفظ كلمات هيرو، وبنقدر نكتب جوه بتعلمهم لغه الفراعنه او اللغه المصريه القديمه مكتوبه على الجدار ايه. بالظبط. ممتاز. بيقدر في اخر الكامب خالص، في اخر لو كانت ورشه يوم واحد، واحنا نفذنا الكامب لليوم الواحد في متحف الحضارات، في المتحف القومي للحضارات اكتر من مره. تمام. وبنقدر ننفذه في اي مكان يعني بس يكون متاح لينا ان احنا ننفذه فيه. حلو. الفكره في ان الولد يقدر يتعرف على المصري القديم، يعمل له محاكاه، ويعرف على فكره ان هو مش بعيد عننا تماما، لا باكله ولا بشربه ولا بعاداته ولا بتقاليده، لا ده احنا كتير جدا من عاداتنا واخدينها من المصري القديم. بالظبط. لان احنا بنسمع يا جماعه دول قدام، احنا اجيال جديده، احنا مختلفين، كل ده عند الاطفال. انا جيل جديد طالع بفكر جديد. احنا وصلنا لحاجات حديثه، لكن هم لحد النهارده في حاجات مش عارفين نعرف هم عملوها ازاي. بالظبط. زي الاهرامات يعني لحد الان في ابداع مش عارفين. طب خليني برضو نعلق على الصور الموجوده معانا ونتكلم عنها. انا شايفه جمال ده ايام لما كنا بناخد برضو انقذني وانقذك، ازاي كانوا هم بيدربوا هم بدميه صغيره بتعرفي. ده الجدال سن صغير قوي. تمام. ده فريق المسرح بتاعنا، فريق بلاوينا. حلو. انا بس كنت عايزه ارجع بصوره شويه اتعرضت من شويه، كان كامب تكنو. ده كان بكامب بيتكلم عن التكنولوجيا. احنا دلوقتي التكنولوجيا دلوقتي حديثه حوالينا جامد جدا، فازاي الطفل يقدر يواكب
في اثناء المذاكره التكنولوجيا اللي حواليه. تمام. ده غير ان هي اصلا بقت الوقت اللي الطفل مش عارف تكنولوجيا بقى يعتبر جاهل برضه. فاحنا دخلنا مكان تكنو ازاي يتعلم تكنولوجيا ويحبها. ممتاز. قعدنا ندرس الاي كله، الذكاء الاصطناعي بكل مجالاته، بنشوف ايه المفيد للاولاد، ايه اللي ينمي مهاراته، ايه اللي ينمي موهبته، ايه اللي يساعده في المذاكره. كل البرامج دي بتاعت الاي اي بدانا ناخدها واحده واحده مع الاولاد. لغات البرمجه برضو نفس الكلام، خدنا لغات البرمجه بنديها لهم برضو بطريقه مبسطه وسهله، بالعكس ان هم بيحبوها كمان. طب اللي هو ستيشن برمجه بيبقوا لا احنا عايزين برمجه، احنا عايزين برمجه. طب يعني لقيتي حد مقبل على البرمجه بيقول لك انا بحابب البرمجه اكتر؟ هم اصلا بياخدوها مع المدربين اللي عندنا بيخلوهم ان هم عايزين برمجه. ادونا برمجه دي ساينس. بصي برضو طريقه المدرس بالزبط. تخلي الشخص حابب الحاجه او كارهها، هي الطريقه بتاعتها. الطريقه بتاعتنا بتاعت الشغف بتاعتنا هي الفكره، ان هم بيخلوها مقبلين على اللي هو الشغف بتاع البرمجه او الاسعافات او اللغه الفرعونيه، كله هم بنحاول نوصل لهم الشغف بتاعنا. تمام. لما بيوصل لهم الشغف بتاعنا والهدف بتاعنا يوصل لهم اللي احنا عايزينه. ممتاز جدا. في اخر كل كام لازم الطفل يبقى لازم يبقى عارف هو عمل ايه في الكام ده، لازم يقدم بروجكت للكام ده اللي وصل له، او هو بالزبط. قدر ان هو مجهوده اللي عمله ما كانش على الفاضي ولا حاجه. الكامبات اللي هي تكنو دوت بتنفذ من 3 ل 5 ايام، يبقى عارف يعمل لعبه بسيطه، عارف يعمل بحث يكون من موقع موثوقه فيها. تمام. مش اي موقع ان انا اخش عليه. كمان عرفنا الطفل في الطريق في كامب تكنو ان هو الموقع ده يقدر يدخل عليه ولا لا، ده هاكر ولا مش هاكر، ايه الامن وايه اللي مش امن. يا دكتور انت قدرت تثبتوا ان الطفل المصري هو اذكى طفل؟ يعني بالظبط احنا بنسمع الجمله دي بس قدرت يعني تكتشفوها كده ان هو يبقى عنده باشن، بس يبقى مش عنده سبوره يبص عليها، هو تمام. عنده هدف عايز يعمله بيسعى عليه. سيبوا الورقه والقلم شويه، اركنوها على جنب شويه وابتدوا اعرفوا اولادكم. سيبها كتير، سيبي الورقه والقلم كتير بالزبط. مش شويه يعني. ابتدوا اعرفوا اولادكم عاوزين ايه، وبلاش فكره ان اختك طلعت كذا اطلع زيها. لا كل شخص وليه شخصيته وليه دماغه تانية. خليني برضو اتكلم مع حضرتك، اكيد واجهت كتير جدا وصعوبات في التعامل مع الاطفال. مع الاطفال لا، اولا احنا شغالين على انماط الاطفال كلها. تمام. حلو. بنحترمها، مش بس شغالين على تعديلها، احنا بنحترمها. لان في حاجات يعني هو الطفل هو كده تمام. أكيد. احنا بنعدل سلوكه. تمام. ولكن انا لازم بالاول خالص عشان اعدل سلوك طفل لازم اكون محترماه هو الاول، من دياله قدر من الاحترام ده، هو مش بيقدر يتلقى غير وهو واقف. فعلى فكره يعني التيم كله نشكر ربنا، يعني التيم كله بيقدر يحترم انماط الاطفال. طفل بيحب يشوف شاشه قدامه، طفل بيحب طول ما هو بيشتغل يعني يبقى ماسك ورقه وقلم او يبقى ماسك حاجه تخص الحاجه اللي احنا بنشتغل بيها. احنا معظم الشغل بيبقى في هاند كرافت، كل الحاجات يعني التاريخ الجغرافيا كل الحاجات بنبقى بنعمل في الاخر نتيجه. تمام. في الاخر ريزلت. حتى على فكره كلمه نتيجه دي احنا كبرناها، يعني نتيجه الثانويه العامه، نتيجه الاعداديه، نتيجه حاجه فظيعه. احنا كل عايزينه نتيجه حتى ان شاء الله تبقى ختم ورق، تبقى الحاجه المعالم اللي احنا رحنا البلد بتاعتها. يعني لو احنا مثلا احنا بنعمل بنقول لما بندي بنعمل حاجه تخص الجيوغرافيك مثلا، بنعمل زي رحله كده واحنا قاعدين على الارض، هنروح الهند نتفرج على المعالم بتاعتها ونمثل الناس بتوعها ونبتدي نعمل ازياء شبه الازياء بتاعتها. ممتاز. وناخد بتعيشون في عالم الهند وهم في مكانهم. بالظبط. يعني بوديكم الهند وانتم يعني قاعدين. ممتاز. دكتور اميره برضو اتكلم مع حضرتك ان كل طفل ودماغه، او بالزبط. كل طفل وعلى حسب فهمه. بالظبط. برضو الموضوع ده ما قابلش حضرتك شويه كده صعوبه، لان في اطفال ما بتستوعبش من اول مره. طبعا كل اطفال ليها، كل واحد بيبقى ليه ذكاء محدد، بنحاول نلعب عليه. تمام. طفل مثلا بيحب يسمع الدرس كذا مره بنشتغل معاه، طفل تاني بيحب يرسم الدرس، يعني عشان يفهم الدرس شغال ازاي لازم يرسمه. برضه اشتغلنا معاه. طفل زي ميس مرايه عايز يبقى واقف، هو عايز يبقى مراقب كل حاجه. تمام. برضه اشتغلنا معاه. كل ده مفيش فكره اقعد، لا الكلام ده كله تحكم. عايز يعمل بحث، هو عايز يعمل ريسيرش، يشوف من كذا مكان الصوره من كذا مكان، اشتغلنا عليه. حابب يتفرج على كرتون الدرس، برضه اشتغلنا معاه. كل طفل هو بيحب حاجه اشتغلنا معاه عليها، بحيث ان هو طالع من عندي هو فاهم الدرس، هو حابب الدرس، هو مش حافظه، حابب المكان، هو شايف الصوره بتاعه الدرس في دماغه، فخلاص المعلومات بقت سلسه خلاص موجوده معاه. بالظبط كده. طبعا دايما بنشوف ان اولياء الامور بيقولوا لهم يعني ذاكروا عشان تجيبوا شهاده عشان تنجحوا. مع العلم الاطفال دلوقتي بيت لا بتعرف تقرا ولا بتعرف تكتب، مع الاسف مفيش فكره القراءه والكتابه عندهم بالظبط.
فدي عايزين برضو يعني نصيحه لاولياء الامور من حضراتكم. طيب احنا عاملين خلطه سريه كده، يعني هنغش شويه الناس على الخلطه السريه دي. احنا بندخل الكتابه والقرايه في اللعب والحكي. تمام. من احنا ممكن نحاول نرسم الحروف، نسمع اغاني عربي قديم، نسمع الكلمات اللي تعجبنا. ممتاز. ونبتدي بالطريقه دي ان احنا نندمج في ده، نعلم الاصغر منا. الديوتي ده مهم جدا جدا جدا، ان انا اقول له تعالى نعلم اخوك الاصغر. حلو. بالنسبه للبيت. تعالى نعلم بنت عمك الاصغر، تعالى نخليها تمسك القلم. فهو لما بيبقى عنده مسؤوليه هو بيبتدي يحس ان هو بيدور على حاجه كبيره وفي حد مسؤول منه بيعتمد عليه. بالظبط. طيب برضو شغف اكيد محضر لنا مفاجات كتير جدا في 2024، فعاوزين نفاجئ الناس بيها. احنا معانا الخمس كامبات. لو اي مؤسسه او مدرسه في اي محافظه جوه مصر حابه انها نتعاون مع بعض في تنفيذ الكامب عندهم، احنا يعني هنبقى مبسوطين جدا بالتعاون ده. كامب بقى 24 هو جونيور شارك. الفكره بتاعته احنا نفذناها شويه في كامب قديم اسمه ساينو. تمام. ساينو كان محاكاه للثقافه اليابانيه، وايه هي فكره الشغل از تيم وورك وكده، ازاي نبقى متعاونين. جونيور شارك بقى فكرته ملي ان احنا هنبقى مركزين على الماركتنج والسيلز والنيكشيت. الكامب بيهدف الاطفال من سن 7 سنين لسن 13 سنه. حلو جدا. هنعلمهم الحاجات دي كلها بطرق بسيطه جدا جدا تخليهم يقدروا يندمجوا مع العالم الخارجي، لان احنا بنسمع كتير اليومين دول كلمه الاكل غلي، الحاجه غليت. فعشان بس يبقوا ان معانا يعني. تمام. طبعا انتوا شرفتونا ونورتونا وشغف عاوزالها حلقات عشان الشغف الجميل ده. كلمه شكر في السريع تحب تقدموها لمين بس في السريع؟ حقيقي انا بشكر كل التيم ورك كله جدا جدا، كل المراجعين. بشكر سبيسيفيك دكتور ايمان عشم مراجع اللغه الهيرو، تحياتنا ليهم، لانها ساعدتنا كتير في ان الولاد هي ومسدينا ان الولاد يوصلوا، لانهم مستنيين كلاس الهيرو اللغه المصريه القديمه، وكمان بيقدروا ان هم ينطقوا بعض الكلمات ويكتبوا اساميهم. شرفتيني حضرتك ونورتيني. تحبي تقولي كلمه شكر؟ انا بشكر بس المخرج مينا ماهر علشان هو ساعدنا ان الفريق بتاع المسرح بتاعنا ياخد جائزه التميز في مركز الثقافي الفرنسي. طبعا. وبيساعد الاطفال ان هم يدخلوا في قنوات كشك للتكنولوجيا. انا بشكركم ومزيد من النجاح للشغف، وبجد شكرا جدا على الشغف اللي يعني حضرتوه من البرنامج. شكرا ليك. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده. استنونا في كل جديد من برنامجكم اسرار الحياه.